سلامك ورحمة الله وبركاته. من ضمن الاختيارات الجميلة في أوتوكاد 2020 إن أنا ممكن أجي هنا في الميجر عند اليوتيليتي وأقول له كويك. بيعمل إيه؟ كل ما أنا ماشي بيبدأ يشوف لي الحاجات العناصر الموجودة في الأفق وفي الرأس. يعني أنا في الغرفة دي وأجي هنا هيبدأ يجيبها لي بالشكل ده. هنا في الطرقة برضه هيجيب لي طول الطرقة قد إيه والعرض بتاعها قد إيه. في الغرفة دي برضه كل ما ألاقي عناصر أفقية ورأسية هيبدأ يجيب لي الحاجات بتاعتها، ولو في كورنر بيبدأ يجيبه لي بزاوية 90، يعني لو في حاجة بزاوية 90 بيبدأ يعمل لي شكل مربع كده وبيبدأ يجيب لي دمج طول ما أنا ماشي بالشكل ده. أنا شايف هنا جاب لي مربع إن فيه هنا زاوية 90،